انت متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ست فاطمة هنا في دار الشفا بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى، ار يو شور؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش دعم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت يا عم دهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق، حبايبي يا مؤاخذه كتير. كنتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بوسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذة أصل بسيب مفتاح العربية معاه عشان أما أجي داخل مثلا مفاتيح العربية يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربية معايا عشان أنا مش هستناك في العربية عشان الدنيا مش شمس. روح الحتة اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربية عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في أي مصيبة، توكل على الله. حاضر يلا. وأنتوا جايين تعملوا إيه هنا يا بنات؟ إحنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه، انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش تقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي، هروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فاني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ مدام بطة. ألف مليون سلامة عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف، بندق. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلا أهلا أهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطل. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي. يا حبيبتي دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي، دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ ما قالتش بلبوس، قالت خلبوس بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه؟ حاجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبان. لا بقول لك ايه،
لا هتاخدي مش يعني هتاخدي ده انت هتاخدي اتنين المره دي يا جماعه دي بتقتلها بتقتلها الحب كفايه 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 بندق ازيك يا بندق الله يسلمك مين دول بناتك اه بناتي انا وشيرين وانا جايبهم هنا عشان يزوروكي اسمعي بقى احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا موضوع ايه العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو ما انا قلت لعم دهب هو ما قالكش لا ما قاليش احنا عاوزين نعرف منك انت بقى اه العقد اتبرعت بيه للمتحف متحف ايه اه حبيبتي لا ابوس ايدك سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا ركزي معانا العقد فين وانت مالك انت ومال العقد يا حراميه يا بيئه يا جربوعه انت مالك يا بوليس يا نيابه اصبري بس اصبري بس حاجه بطه ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك انتوا مين انتوا اصلا امشي اطلعوا بره انا بندق بندق انا بندق بندق يا حياتي عليك ازيك بندق كويس بندق كويس جدا الحمد لله واحنا مش بناته احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف متحف ايه اه طب ما تقولي كده من الاول آه، متحف المجوهرات الملكيه ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه يا حياتي دي مدام ايه حبيبتي افتحي بقك يلا ايفون ما تغلبيش مش عايزه بقولك ايه الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تافور دي سفت نص الشريط لا ما تخافيش احنا بدلنا الدواء بايه مندم ايفون يلا دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء انت مين مبتسمة على ايه هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطة اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انت قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي لا مؤاخذة يا هوانم الشنطة بس عايزين نفتشها اوكي لا 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 مش بتتفتح كده هتبوظها متخلف اهي ايه ده جايبه سندوتشات سندوتشات بس اتفضل يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا ايوه طبعا واي نوت ما يلا يا عم انت هتاكلها ثواني بس فيها قنبله خلي بالك في السوسته ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي لا معايا مش همسحها ايش انا مبسوط قوي ليه انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده متحف زراعي ايه هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد وهو وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي طب ما في بلاط يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي لا البلاطي دي في الشتاء يا سلام اه امال ده متحف ايه يا عم ده متحف المجوهرات الملكيه ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه لا رحت كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض ما رحتش مصنع شيبسي رحت ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه ما رحتش مصنع الكراسي ايه ده فين ده لا ابقى اوديه لك انا ماشي ايه ده ماشي حط خد منديل اهو بقى ايه يا وكاله من غير بواب في انت البواب يعني ايوه يا سيدي انا البواب روح هات لنا سجاير اروح اجيب لكم سجاير افتشكوا الاول ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده اتفضل حاجه كده او كده معادن لانشون او اي حاجه ليه داخلين ولاد رجب انت لمد قوي استنى لما افتشك اهو يا بيه معاك ممنوعات انت بتزمر بزمر ده انا مد انتظار يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن ايوه واكل سبانخ كلها حديد انت لمت قوي اتفضل يا اخويا واحنا نسرق حاجه يعني بكل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا مش هنسرق يا اخويا اتفضل يا حبيبي اتفضل استنى انت عايز ايه انا لمت زيه على فكره طب ما قلتش ليه كده من الاول اديني بقول لك اهو اتفضل يا استاذ شكرا طب اتدخل للمدين عادي اتفضل يا بيه اتفضل بصي السقف تحفه ازاي واو بص الله جامد قوي الطقم ده انا ممكن الاقي مقاسي صح مقاسك يا متخلف احنا في الشواربي انا بلبس ميديم عادي ميديم ايه ده لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه يا سلام طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه في ملك هيلبس طاقيه شبيكه ما هو لابس جلابيه اهو طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك قصدك الكازلك ده لو ملك الكبده ولا هاني يا شوش بقول لك ايه مش ده بقى النيش بتاع الملكه اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه هي الملكه دي بني ادمه يعني كان عندها قايمه مسجله فيها النيش وكده بس كانت سايبه القايمه مع امها انتوا جاهلين قوي طب يلا تعالوا نتفرج على طقم السين والاركوبال بتاع الملكه ايه ده
الملكه كانت بتلعب اكروبات. اكروبات؟ اه الملكه كانت بتلعب اكروبات، كانت بتشعل على الترابيز. عارف الترابيز؟ اه البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده، هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه اللي وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده، انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده هيلقطوها.